المنحنيات العادية لها أشكال مختلفة ويمكن استخدامها لتمثيل المتغيرات المختلفة. يعتمد شكل وموضع منحني التوزيع الطبيعي على معاملين هي الوسط والانحراف المعياري، وبالتالي يحتوي كل متغير يتم توزيعه بشكل طبيعي، أي كل متغير نضعه في مرتسم اسم التوزيع الطبيعي، أوكي، على منحني التوزيع العادي الخاص به. هذا الشيء يعتمد، هذا المتغير اللي وزعناه توزيع طبيعي يعتمد على قيم الوسط، وسط المتغير والانحراف المعياري. إذن الوسط والانحراف المعياري جدا مهمة في إظهار أشكال التوزيع الطبيعي للمتغيرات اللي يعني مشتغل عليها. خلينا نشوف الشكل الأليف اللي أمامنا هنا، A وعندنا B وعندنا C. خلينا نشوف شكل الأليف. شكل الأليف يحتوي على توزيعين عاديين بنفس القيم المتوسط، الوسط مالتين مايكرو 1 يساوي لنا مايكرو 2، الوسط الحسابي مالته واحد نفس القيم، لكن الانحراف الاول هذا ابو الازرق اللون الماوي الازرق نسبه للاحمر، هذا الانحراف المعياري اكبر من الانحراف الثاني. اذا كل ما كبرت الانحراف المعياري كل ما كبر كل ما كان التوزيع اكثر انتشارا. اذا سيجما واحد أكبر من سيجما اثنين، سيجما واحد انتشار الداتا مالته أكبر من انتشار المحور الثاني، وإن كان هذا الوسط مالته أعلى نشوفه هنا، لكن هو نفس الوسط نفس قيمة الوسط، أوكي، بس هنا بالشكل راح يكون هو أعلى، لكن انتشار البيانات بالكيرف نمبر 1 أعلى من الكيرف نمبر 2. يوضح الشكل بقى توزيعين عاديين بنفس الانحراف المعياري، هذا التوزيعين كيرف 1 وكيرف 2، سيجما 1 يساوي سيجما 2 نفس الشيء، اوكي، واثنينات واقع على نفس المحور لكن بدرجات مختلفه، توزيعها بنفس الانحراف ولكن بوسائل مختلفه. هذه المنحنيات لها نفس الاشكال ولكن موجوده في مواضع مختلفه على المحور س، يعني القيم اللي موجوده على المحور س هنا تختلف عن قيم المحور الثاني. هذا اذا لها وسط حسابي معين وهذا لها وسط حسابي معين، لكن نفس الأشكال نفس التوزيع. إذن اختلاف الوسط هنا يغير لنا من توزيع البيانات على المحور السيني، هنا تشابه الوسط واختلاف الانحراف أثر على شكل المنحنيات وتوزيع الداتا به. خلينا نشوف بالشكل الثالث سين. يوضح الشكل جيم توزيعين عاديين بوسائل مختلفة وانحرافات معيارية مختلفة. إن هذا الانحراف المعياري اللي جبناه من فوق وهذا جبناه من جوا، لكن بنفس الوقت الوسط الحسابي مالتهن اثنيناتهن يختلفن، مع ذلك بقى سيجما 1 أكبر من سيجما 2، هذا كيرف 2 هذا كيرف 1، وقيمهن أيضا اختلفت، هنا القيم ثابتة هنا القيم مختلفة، هنا القيم مختلفة والانحراف المعياري مالتها أيضا مختلف. شوفوا أشكال الانتشار اللي موجود هنا تختلف بين واحد وآخر. الآن التوزيع الطبيعي هو التوزيع المستمر والمتناظر للمتغير على شكل جرس. A normal distribution is a continuous symmetric ball-shaped distribution of a variable. أي عنصر أي متغير أنا إذا دخلته وسويت له normal distribution راح يكون في حالة continuous مستمر، symmetric متناظر، ball-shaped على شكل جرس، أوكي، لهذا المتغير. هنا فد ملخص كامل تقريبا نوضح ببعض المعلومات الأساسية اللي أخذناها وكلمنا عليها حاليا. أولا منحني التوزيع الطبيعي على شكل جرس لازم يكون بشكل bell shape. أوكي. الوسط والمتوسط والمنوال متساويان ويقعان في وسط التوزيع. إذا أردنا نكون هو continuous symmetric bell shape أول شيء لازم يكون هو bell shape، ثانيا إذا عمود يكون symmetric continuous إذا لازم يكون عندي الوسط والمتوسط والمنوال اللي هو المين والميديان والمود كلهن في نفس النقطة. يكون منحني التوزيع الطبيعي حادي الشكل أي أنه يحتوي على وضع واحد فقط. رابعا المنحني متماثل حول الوسط وهو ما يعادل القول بأن شكله هو نفسه على جانب خط عمودي يمر عبر المركز. إذا خلينا خط بالنص وشفنا الشكلين من اليمين ومن اليسار راح نشوف المتناظرة
100%. خامسا المنحني مستمر. شنو معنى مستمر؟ انه لا توجد فجوات او ثغرات، لكل قيمة X هناك قيمة مقابلة لY. يعني انا من خليت X وY وسقطت النقاط عليها، شكو قيمة X انا موجودة عندي لازم يقابلها قيمة Y، وبالتالي الخط ما ينقطع ما بين قيمة وقيمة ثانية. ما شفنا بالاشكال السابقة اللي مرت يعني بالتوزيع الطبيعي انه اكو فجوات في هذا المنحني اللي رسمناه. لا يلمس المنحني المحور سين ابدا، ما شفناه يلمسه من الناحيه النظريه، بغض النظر عن مدى امتداد المنحني في اي من الاتجاهين، فانه لا يلتقي ابدا من محور اكس، ولكنه يقترب بشكل متزايد. كل ما زيدنا الداتا، كل ما اخذنا معلومات اضافيه اكثر، المنحني ما راح يوصل الى هذا، لانه ماكو شيء اسمه صفر، لازم اكو قيمه معينه، على الاقل قيمه 0.0.1 0.2 0.3 وهكذا. اذا هو ما راح يوصل الى الصفر من ناحيه الواي اكسس. اوكي، المساحه الكليه لمنحني التوزيع الطبيعي تساوي لنا 1 او 100%. كل المساحه للشكل اللي احنا نشوفه بالتوزيع الطبيعي هي 1 او 100%. قد تبدو هذه الحقيقه غير عاديه، لان اكو جاب ما بينها وما بين المحور السيني، لان المنحني لا يلمس المحور سين ابدا، وبالتالي اكو فد فراغ، لكن النظريه راح نعتبره انه 100%، ولكن يمكن للمرء ان يثبتها رياضيا باستخدام حساب التفاضل والتكامل، وطبعا هذا هسه خارج نطاق عملنا ومحاضرتنا في هذا المجال. ثامنا واخيرا هي ان المساحه الواقعه تحت جزء من المنحنى الطبيعي والتي تقع ضمن انحراف معياري واحد للوسط هي 68% تقريبا 0.68، اوكي، ضمن انحرافين ضمن انحرافين معياريين حوالي، واذا عندنا صار انحرافين معياري مثل ما قبل شويه شفناها راح تكون النسبه 0.95 او 95%. ثلاث انحرافات معياريه موجوده في الشكل، اذا جبنا ثلاث اشكال حوالي 0.997 او 99.7%. اوكي، راح ننظر الى الشكل اللي يظهر هذا الموضوع ويراوينا انه شنو هاي النسب وكيف هذه النسب صارت وشلون انحسبت، واللي يظهر أيضا المناطق في كل نطاق من هذه المنطقة. خلينا نشوف هالمنطقة 8 النقطة 8 شنو تفسيراته. أنا عندي هذا قدامنا الشكل منحني توزيع طبيعي، قلنا ما يلامس الأكس أكسس، ماكو إذا لأنه ماكو قيمة صفرية، ماكو انقطاع نهائيا. إذا مررت خط عمودي بالنص راح ألقى الشكل على اليسار يساوي الشكل على اليمين بالضبط. اوكي، ماكو انقطاع، اذا ماكو بيانات فجوه بين اي نقطه ونقاط، اذا كل هالنقاط متصله مع بعضها البعض، واكو مساحه تغطي كل هذه، هذه مساحه تمثل طبيعه المتغير اللي اني مستخدم. عندما يكون عندي فقط انحراف معياري على اليمين وعلى اليسار، هاي المساحه اللي تشوفوها هنا، هاي مساحه نسبة إلى الوسط الحسابي راح تغطي 68% من مساحة كامل الشكل اللي عندي كامل انحراف. إذا عندي معيار انحرافين معيارية، واحد هنا وواحد هنا، أوكي، انضافت إلى 13.59 مع 13.59 إلى 34 ب 34 صار المجموع 95% تقريبا. أوكي، إذا هاي المساحة من هاي المنطقة كلها إلى حد هاي المنطقة كلها 95%. إذا كانت ثلاث انحرافات معيارية بهذه الحالة، هذا انحراف وهذا انحراف وهذا انحراف، صار ثلاثة من الجهة وثلاثة من الجهة، إذا هاي المساحة ككل تغطي نسبة 99.7%، أي يغطي مساحة كامل التوزيع. هاي ايش راح نستفاد من عتها لاحقا إن شاء الله في أمثلة نتطرق لها نشوف شنو أهميتها وشون نحسب المتغيرات هنا اذا اشتغلنا على موضوع اسمه الزد فاليو. The standard normal distribution التوزيع الطبيعي القياسي. تشير القيم تحت المنحني الى نسبه المساحه في كل قسم، على سبيل المثال مساحه بين الوسط والانحراف المعياري واحد فوق او تحت الوسط حوالي 0.34 او 34%. شفناها سابقا ما بين الصفر والواحد، شفناها 34% 1.3% هاي المساحة ما بين الوسط وما بين الانحراف المعياري الأول. أوكي، الصيغة اللي أنا أريد أحسب بيها بشكل عام
the formula for the standard normal distribution is y تساوينا e مرفوع على z 2 تربيع على 2 وتحت الجذر 2 باي. اوكي شنو هذا z؟ هذا z قيمته نحصلها من خلال قيمة المتغير اللي موجود العشوائي ناقصا الوسط الحسابي على الانحراف المعياري. هاي z، هاي z ايش استفاد من عدة؟ في حالة انه انا وزعت توزيع طبيعي في شكل من هذه الاشكال وريدت اعرف في نقطة ما من هذه النقاط التوزيع سواء بالجانب السلبي او بالجانب الايجابي قيمة من هذه القيم ايش قد المساحة اللي موجودة عندي. المساحة يعني تمثل عدد العينات او عدد القيم والقراءات اللي اني حاسبها من بعد هذا الخط. مثلا اذا حسبنا بلس 1 ايش قد هاي المساحة اللي موجودة هنا، يعني كل هذه المساحة تشمل المتغيرات اللي أنا درستها، وهذه بالعكس إذا زدت أكثر، إذا زدت أكثر لأن وصلت إلى 3 فمعنى أنا بحدود 99% من القيم أنا مشتغل عليها اللي هو داخل التوزيع الطبيعي. راح نأخذ أمثلة إن شاء الله ونشرحها بالتفصيل ونشوف شلون نقدر نستثمرها. يمكن تحويل جميع المتغيرات الموزعة بشكل طبيعي إلى المتغير القياسي الموزع بشكل طبيعي باستخدام صيغة النتيجة المعيارية اللي احنا اخذناها الواي والزت. اوكي وبالتالي سيكون التركيز الرئيسي في هذا القسم هو اظهار الاجراء الخاص بايجاد المنطقة تحت منحني التوزيع العادل القياسي لاي قيمة زت. اي قيمة زت عندي ممكن هنا انا اخليها في هاي النقطة 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 في هاي النقطة، اشوف ايش قد المساحات اللي موجودة اللي تعبر عن المتغيرات العشوائية اللي انا استخدمتها وسقطتها بانحراف عفوا بتوزيع طبيعي متماثل مثل ما شفناه في هذا الشكل امام. بمجرد تحويل قيم x باستخدام الصيغة السابقة الناتج يسمى قيم z. هذه الاكس اذا حولتها واشتغلت على الوسط والمعيار راح اطلع قيمة z وأعرف أنا وين قاعد أشتغل. الناتج يسمى قيمة زت. القيمة زت هي في الواقع عدد الانحرافات المعيارية التي تكون فيها قيمة X معينة بعيدة عن الوسط. إذا عدي هذا الوسط وأنا ما أريد الوسط، أريد قيم إما أعلى من عنده أو أدنى من عنده بحيث بالشكل أنا اللي أريده، فإذا قلت هنا الزت أعلى من هذا، إيش قد القيم ابتعدت عن الوسط الحسابي اللي أنا حاسب عليه، لأن هذا عدي أنا وسط وعندي ايضا انحراف. اوكي فايش قد ابتعدت قيمه الزت عن الوسط الحسابي اللي موجود اللي انا مستخدمه وماذا تمثل في نفس الوقت.